مساء الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا على الهواء مباشرة في برنامجكم اليومي ليمتى. اللي حاب يتواصل معنا مشاهدينا الكرام وشاركنا في حلقتنا لهذه الليلة، عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، كذلك عندكم التواصل الاجتماعي ومعدينا على تم الاستعداد، واللي حاب يطرح موضوع أو قضية في حلقات قادمة بإذن الله هذا الرقم واضح على الشاشة للواتساب مع فريق البرنامج، وبإذن الله راح نطرح قضاياكم وهمومكم. اليوم مشاهدينا الكرام كما ذكرت بالأمس موضوع حلقتنا عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والخطط الإسكانية وآخر التوزيعات وما هي أسباب تأخير بعض التوزيعات السكنية، وكذلك توجه المؤسسة بفكرة بدء توزيع الشقق. هل هذه الشقق السكنية يعني هل هناك إقبال عليها، هل هناك تجاوب من قبل المواطنين بخصوص الشقق، وكذلك يمكن التصريح اللي كان الأخير لمعالي الوزير ياسر أبل بخصوص الاتفاقية المشتركة مع كوريا، راح نتطرق لها وراح نعرفها أكثر، لأن هناك البعض يقول مو مع معالمها غير واضحة، وبإذن الله من خلال هذه الحلقة راح نتطرق لها. وكما كان بالأمس حلقتي موضوع عن مدينة صباح الأحمد السكنية، إن شاء الله كما وعدت بالأمس أوفي فيها أن راح نأخذ هذا الجانب ونغطيها من جميع زوايا. أرحب في ضيفي الأول أستاذ بدر سبيعي، مدير التوزيع والتوثيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. حياك الله أستاذ بدر. حياك الله. وضيفي الثاني المهندس إبراهيم الناشي، رئيس قسم التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. حياك الله باشمهندس. الله يحييك. وأنا شاكر لكم على استجابتكم وعلى تقبل الدعوة، وليس بغريب على الرعاية السكنية في تجاوبهم معنا وإظهار دورهم وأنشطتهم وفعاليات اللي قاعد يقومون فيها. بداية أخوي بدر سبيعي، يمكن أخونا وحبيبنا، أخونا وحبيبنا بإذن الله مع الوزير ياسر أبن، منذ توليه صرح أن الرعاية السكنية خلال سنة راح يوزعون 120 ألف وحدة، آسف، راح يوزعون 12 ألف وحدة سكنية ضمن خطة سنوية، هل هذا صحيح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكركم على الاستضافة ونشكركم على الاهتمام بالقضية الإسكانية اللي فعلا شغلة البلد. الخطة المقترحة الإسكانية كانت تبتدي بالسنة المالية اللي هي من شهر 3 اللي فات إلى شهر 3 إن شاء الله الجاي. المطروح طبعا عدد الوحدات السكنية بالكامل راح يكون تقريبا بحدود 12,753، اللي وزع خلال الفترة السابقة 3,258، نضيف عليهم بوحليفة زائد شمال قرب صلبيخات اللي راح تعلن اليوم، أو بمعنى صح راح تعلن يوم الخميس إن شاء الله أسماءهم. المناطق يمكن لأول مرة تمر في خلال الخطة الإسكانية أنها تتوزع خلال 12 أكثر من 12 ألف وحدة سكنية متفرقة الوحدات، ومتفرقة حتى في جميع المناطق. لو تلاحظها من الشمال إلى الجنوب، جابر الأحمد، شمال قرب صلبيخات، صباح الأحمد، قرب عبد الله المبارك، فإذا تشاهدها تلقاها ممتدة من الشمال إلى الجنوب، وإذا دخلنا على قرب عبد الله المبارك. الأمر الثاني التنوع في الوحدات، لأول مرة أمن كذلك أن توزع بنفس السنة شقق وبيوت وقسائم متفرقة أيضا حتى المساحات 600 متر، إذا نظرنا مثلا صباح الأحمد الوفرة 400 متر، قرب عبد الله المبارك، جابر الأحمد. الأمر الثاني يعني ما في مناطق كلها بعيدة عن المنطقة الحضارية، لشاهدنا شمال قرب صلبيخات فهي تعتبر قريبة من محافظة العاصمة تقريبا. نعم. جابر الأحمد أصبحت منطقة متقاربة، نشاهدها من أمام الجهرة، نشاهدها من القيروان. صباح الأحمد قد تكون في الفترة الحالية، لكن إن شاء الله مع التمدد العمراني ومع وجود الخيران إن شاء الله تدخل من ضمن يعني قربها للمنطقة الحضارية. نعم. أستاذ بدر، بالنسبة للشقق هل هناك فيها طلبات قدمت لها في الوقت الحالي؟ إلى الآن لا، يعني لحد الآن لم يخصص عليه، خصوصا ما خصص يعني ما أعلنتوا عليها. لا أعلنا عليها، لكن احنا نتكلم رغبات الناس. نعم. إلى الآن لم يتقدم لنا أحد فيهم. في البداية طبعا ما راح نقدر نحكمها أن الرغبة الناس إلى الآن هل مجدية للتقدم للشقق من عدمها، لسبب واحد، أنت ما زلت في الوضع الحالي عندك بيوت وعندك قسائم. إذا العملية شوي قلت من البيوت ومن القسائم قد تكون توجه الناس يختلف، خصوصا أنت الآن داخل على شمال قرب صلبيخات شبه نهيتها اللي خلال من خلال إعلان يوم الخميس. جابر الأحمد
شبه منتهين منها. فبعض الناس الآن يمكن يرى صباح نعمة بعيدة بالنسبة له، يرى الوفرة بالنسبة له بعيدة، قد يكون توجهه لشمال قلب وسط بخات يكون افضل الحلول بالنسبه له، هذا اللي راح يحكمها بعد ان شاء الله انتهائنا من شمال قرب وسط بخات وجابر احمد ان شاء الله. المهندس ابراهيم الناشي، يمكن هناك توجه عند رئيس السكنيه 120 الف وحده سكنيه خطه مستقبليه على ثلاث مناطق، صحيح؟ اي نعم، هذه ال 120 او تقريبا هم اكثر من 120 الف وحده سكنيه متفرقه على اكثر من موقع تم استلامهم من بلديه الكويت، وفي جزء منهم صدر في قرار التخصيص وحاليا في مرحلة الاستلام. المشاريع هي كالتالي إذا تحب استعرضها لك، اللي هو مدينة المطلع 21 ألف، مدينة الخيران 35 ألف، مدينة الصابرية اللي هي شمال الصبية 52 ألف، وكذلك عندنا مدينة نواف الأحمد هم كذلك 52 ألف، إلى جانب اللي هو المشروع الجديد اللي تونا استلمناه أو في طور الاستلام اللي هو جنوب سعد العبدالله هم كذلك هذا كدراسة أولية ما يقارب 40 ألف وحدة سكنية، وكذلك مدرج من ضمن المخطط الهيكلي لدولة الكويت، كذلك في مشاريع أخرى بس لحد الآن ما استلمناها، فالعدد الكلي راح يتجاوز بإذن الله اللي هو 120. في آلية تطبقون في عملية توزيع هذه الوحدات مثلا أو هذه المناطق السكنية اللي قاعد تمشون عليها؟ أنا طال عمرك راح أفرق بينهم إلى قسمين، كمشاريع مستقبلية وكذلك في مشاريع ابتدينا فيها. المشروع اللي ابتدينا فيه اللي هو مشروع المطلع، مدينة المطلع من أغسطس اللي فات اللي هو شهر 8 اللي فات، نعم، تم التوقيع مع مستشار عالمي لتخطيط وتصميم المدينة، وما تقول مثل الحمد لله الحين أنجز مراحل ماشي حسب اللي هو البرنامج الزمني. مدة العمل مالته تقريبا سنة، خلال السنة هذه راح يتم استدعاء المواطنين للتخصيص. بالنسبة للمشاريع الأخرى اللي هي مدينة الخيران، مدينة الخيران حاليا قاعد نحط لها برنامج زمني لاستدعاء مستشار لتخطيطها وتصميمها كذلك، وبعدها راح يكون مدينة اللي هو شمال المطلع اللي هي مدينة نواف الأحمد، وكذلك الصابرية اللي هي شمال الصبوية. نعم إن شاء الله. أستاذ بدر صبيع، بحكم أنك أنت مدير التوزيع والتوثيق، طلبات قاعد تزيد معكم يوم عن يوم، يفرق اليوم غير رغم الطلبات اللي بالأمس، خلال شهر أكثر، خلال سنة أكثر، هذا تسبب معضلة لكم، تسبب ثقل عليكم، وأنتم إن شاء الله يعني نتلمس، يعني لما نقول مع الوزير ياسر أبل أن حدد 12 ألف وحدة سكنية توزع بثلاث أجزاء في خلال عام، هذا شيء جميل ورائع، وإن شاء الله نتمنى العملية استمرارية فيها. بالنسبة للطلبات قاعد تزيد معاكم في الفترة الحالية؟ هو شوف، احنا اذا خذينا المجمل الان تقريبا عندنا 112204 ملف. الافرج السنوي دائم ما بين 8000 الى 10000 طلب سنويا. الخطه هذه ما راح نقدر ان نقول قللت او نهت المشكله، خصوصا نتكلم خطه قصيره الاجل في الوضع الحالي لسبب واحد. انت تتكلم على 112000 بما يقارب 12000 وحده سكنيه، لكن الجهود اللي تبذل خلال سنه لتوزيع 12000 وحده سكنيه ما هي سهله. إجراءاتها كثيرة، إجراءاتها تحتاج، خصوصا أن أنت تتعامل مع أسرة يعني مستحقة بيت، خطأ واحد زين راح يضيع عليه بيته. سلبيات وإيجابيات هذه الخطة هي اللي راح تحكم عدد الطلبات القادمة، من ناحية أن نقللها أن راح تكون ويانا، خصوصا يعني إذا وضعنا الوفرة قد تكون ما هي معيار، أن ارتفاعها ل 2012 ومحتمل يمكن توصل ل 2013 ما هي معيار أن قللت من الطلبات من عدمه. لكن إذا إن شاء الله انتهينا من شهر 3 ووزعنا ال 12000 وحدة سكنية، نستطيع أن نحكم بالأيام الجاية شنو السلبيات اللي عناناها بالخطة هذه ومدى رفعها من 12000 إلى مثلا بالمستقبل 18000 20000 بالسنة. هني فعلا إذا خلال 5 سنوات قادمة استمرينا على هذا الوضع بإذن الله تعالى الأمور كلها طيبة إن شاء الله. نعم، يمكن أستاذ بدر صبيعي، يعني انت مواطن كويتي وشاب واكيد دوانيات وتزور ناس ولك اخوانك واحبتك واهلك، لما تسمع يقول يا معود الرعايه السكنيه يبي لك 20 سنه على ما تخلصون الطلبات، يبي لك 20 سنه على ما يوصلك الدور، 20 سنه كبر الواحد ما وصل، يعني تذمر. ما عالجتم المعوقات اللي تواجهكم انتم كرعايه سكنيه؟ هناك اتصال، يعني اقولها بالامس قلتها واليوم اقولها، الرعاية السكنية متصلة مع وزارات الدولة، مع البلدية، صحيح، مع النفط، مع الجهات، وزارة الأشغال اللي لها هذا الشأن. ما يعني ما تفاديتم هذه المشاكل
ما حطيتوا حلول لها؟ يعني لما يكون عندك وزير شاب نفس مع الوزير ياسر أبل أو الوزراء السابقين يقعدون قعدة ودية مع الوزراء الآخرين، يا جماعة نبي همتكم، نبي نوزع أكثر، نبي ناخذ أكثر. بإذن الله راح أسألك سؤال آخر بس أثناء الحلقة عن القطاع الخاص ودعمه لكم ومشاركته لكم أنتم كمسؤولين يا أستاذ بدر، شنو الحلول اللي واجهتوها أو المعوقات اللي صادفتوها في عملية الرعاية السكنية؟ شوف يعني أكبر دليل أن بدينا على الأقل يعني نتلمس الإيجابية وإزالة بعض هذه المعوقات هي الخطة الموجودة الحالية. في السابق ما استطاعت المؤسسة أن توزع هذا الكم اللي هو 12000 وحدة سكنية، خصوصا أن الخارج المؤسسة ما يعلم هي الإجراءات شلون ولا يعلم الإجراءات. يعني إحنا نعطي نبذة بسيطة، مثلا أنا على أساس أني أوزع مثلا دفعة واحدة من فرضا قرب عبد الله المبارك، عندي يوم يجب أني أعلم بالوسائل الإعلامية، إن كانت الجرائد، إن كانت عن طريق تويتر، وسائل الاتصال الاجتماعي، إن كانت عن طريق الإعلام، هذا يأخذ مني يوم. يومين يأخذ من عندي توزيع البطائق اللي هم اللي حضرون على أساس أن اللي دخولهم القرعة. اليوم اللي بعده بعد من اليومين هذولا راح يتطلب من عندي بطاقات الاحتياط اللي نزلت أساميهم خلال اليومين وما حضروا، راح يتطلب أنه في بعضهم لازم نسوي لهم عملية احتياط على أساس أنه غيرهم اللي عنده عملية اللي عنده. كم سبب تعطون أكثر فرصة يعني أكثر من يومين؟ الآن لاحظ يومين خليتوها اللي هو توزيع البطائق. إيه؟ لا أتوقع يعني أمر كافي إنه يومين. يعني أنت الشخص نزلت مسافر مريض عنده ظرف طارئ يستطيع إنه يفوض أي شخص. وبعدين يعني خلنا نحكمه أمر آخر، إذا ضاعت عليه قرعة في قرعات أخرى، يعني قرب عبد الله المبارك عندك 14 قرعة، يعني قدر الله ما لو حصلت هذه القرعة تلحق عندك اللي بعدها، يعني اسمك ما راح إنه يلقى، يعني يمكن لا يحط في أحد في اعتباره أنه والله إن اسمه إذا ما يعني عفوا ما أدرج بالدفعات القادمة معناته أنه يلقى أو كذا. لا، أنت قدر الله حصل لك ظرف، حصل لك كذا، في قرعة اللي بعدها يمكن أنت في بعض الأمة له رغبة في التأجيل أنه أنا ما أرقب في القطعة الفلانية، أرقب في القطعة اللي بعدها. هني تحكمها عملية التوزيعات، تحكمها عملية توزيع البطائق، تحكمها عملية القرعة. فالإجراءات هذا طبعا اختصار لعملية شيء واحد هو الجدول. قبل هذه الإجراءات هناك عملية استلام المعاملة، هناك عملية التخصيص، عملية بحث الملف، عملية إذا كان آلية تمشون عليها. آلية شوي طويلة. اللي بسؤالي سألتك إياه تلاشيتوها يعني. يعني الحمد لله. قدر المستطاع يعني وخير بادرة لها أنها عملية توزيع 12000 وحدة سكنية خلال عام. هذه أمور يعني خلنا نعطي بالأمور الإجرائية. نحن الآن زين في صدد زين، أو بمعنى صح اشتغلنا في أمر الميكنة، أول اتصال مع الجهات الحكومية المختصة أن المراجع مثلا بدل ما يذهب إلى أكثر من جهة فهذه توفر عليه العناء. الحكومات مول الموجودة توفر عليه العناء أنه يفتر من مكان إلى مكان لكن يتجه إلى مكان واحد ويخلص عمله. هذه طبعا بعض الأمور الإجرائية. فوق هذا عندنا الآن يعني اجتماعاتنا مع التسليف لتسهيل عملية القروض، لتسهيل عملية المعاملات مع وزارة العدل في عملية التوثيق، في عملية إصدار الشهادات. ففي أمور كثيرة إن شاء الله يعني بالمستقبل إن شاء الله راح نلقى لها حلول وتسهيل حتى حق المراجع أنه ما يتعب المعاملة إن شاء الله. المهندس إبراهيم الناشي يمكن وزير الإسكان ياسر أبل وقع اتفاقية للتعاون الإسكاني المشترك مع كوريا الجنوبية، شنو الهدف من هذه الاتفاقية وما هي مثلا، هل هي مجزية، هل هي مثمرة للرعاية السكنية؟ أشكرك على هذا السؤال لأن بالفترة الأخيرة صار في لبس وفي خلط في المواضيع من بعض الجهات. هي الاتفاقية عبارة عن اتفاقية تعاون فني بحث بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك اللي هي وزارة الأراضي في جمهورية كوريا الجنوبية. مضمون الاتفاقية هذه هو تقديم الدعم الفني إلى كادر المؤسسة بنواحي اللي تخص الإسكان كنواحي الإنشاءات ونواحي أساليب البناء الحديثة وكذلك نواحي تدريب وتطوير موظفين المؤسسة إلى جانب الاستفادة من الخبرات الكورية. مثل ما نعرف أن كوريا لها باع طويل في إنشاء خصوصا المدن، وإحنا الحين مقبلين على مدن كبيرة مثل ما ذكرنا قبل شوي. في السابق يمكن أكثرهم قاعد يسألون الأخوان يقول في السابق بداح نسمع منطقة كذا، الآن نسمع مدينة كذا. مدينة تغير كذا بالضبط. في فرق بين منطقة والمدينة؟ طبعا بحكم أنه ما تقول مثل عدد الوحدات فيها كبير فما رح نعاملها نفس اللي هي الضواحي السكنية. مثلا غرب عبد الله مبارك 5200 قسيمة
5200 وحدة سكنية، فهذه تكون مثل نفس المناطق العادية اللي فيها المرافق النمطية الموجودة في أي ضاحية سكنية، نفس القرين ونفس عبد الله المبارك ونفس جابر الأحمد مدينة. لكن مثلا مدينة الخيران، مدينة صباح الأحمد، مدينة الصابرية، مدينة الشيخ نواف الأحمد، هذه بما أنها بعيدة نوعا ما عن الامتداد العمراني وكذلك فيها حجم كم كبير من الوحدات السكنية، فيتطلب وضع بعض المرافق اللي تعوض اللي هو سكانها للنزول إلى مدينة الكويت أو إلى المحافظات القريبة كمحافظة الجهرة ومحافظة الفروانية أو محافظة الفحيحين. يكون هذا عبارة عن محور خدمي في منتصف تقريبا المدينة أو في أطرافها، يوفر بعض الخدمات اللي ما تكون في المناطق السكنية كالخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، بعض المنشآت التجارية والاستثمارية، على أساس أنه ما تقول مثل تعطي طابع للمدينة بحيث أن سكانها يكون ما تقول مثل توفر لهم الخدمات. وبالنسبة للاتفاقية مع كوريا، أرجع مرة ثانية لموضوع الاتفاقية، مثل ما قلت قبل شوي إحنا تقريبا أول مدينة سويناها اللي هي مدينة صباح الأحمد. مدينة صباح الأحمد هم كذلك تعتبر صغيرة مقارنة بالمشاريع اللي عندنا الحين، لأن هي تقريبا 9500 ما يزيد عن 9500 وحدة سكنية بين بيت وقسيمة. لكن بالكم الكبير هذا يحتاج ما تقول مثل الاستفادة من الخبرات عالمية، وللأمان لقينا جانب تعاون كبير. شو اللي حصلت القتوم في كوريا تحديدا وعطيته 5 سنوات اللي هي التجربة أو الاتفاقية اللي بينكم وبينهم، شنو راح مردودها لكم أنتم كرعاية سكنية؟ هو طال عمرك الاتفاقية هذه ما صارت بيوم وليلة، هذه ما تقول مثل صار لها أشهر توضع صياغتها، وكذلك تخللها وفد من المؤسسة بدعوة من جمهورية كوريا الجنوبية، زاروا ما تقول مثل اللي هو سيول وطلعوا على مشاريعها. إلى جانب هذا أنه ما تقول مثل الدعم هذا راح يكون مردود لكم، مردود وبعدين تقدر تقول مجاني، يعني ما تقول مثل ما راح المؤسسة تدفع عنا مقابل في نواحي ما هذه الاتفاقية مجانية. إيه نعم، يمكن هذا اللغط اللي صار من الأخوان هذا الحكي. إيه نعم بالضبط، وما تقول مثل في بعض بنودها ما تقول مثل مجانية، وهي تقريبا كل بنودها مجانية، لكن اللغط اللي صار أن هم الناس نظروا لها أن شركات كورية تي تنفذ اللي هو أعداد مثل ما ذكرت في وسائل الإعلام اللي هو 120,000 أو إحنا بالعكس إحنا نتحمس مو بس لجمهورية كوريا كذلك اللي هو الشركات العالمية الثانية، لأن مثل ما قلت لك إحنا قبل عندنا ما تقول مثل الضواحي، عندنا ما تقول مثل مدن صغيرة، الحين مدن كبيرة المقاول المحلي ما يقدر عليه، كذلك الأساليب، أساليب البناء الحديث وأساليب اللي هو تطوير البنية التحتية وإنشائها هم كذلك تحتاج إلى مقاول عالمي، تحتاج إلى خبرات عالمية، وهذا اللي شوي ما تقول مثل تطبق شهر 8 اللي فات تعاقدنا مع عالمي من خلال هذه الاتفاقية. ما راح تأخذون أيدي عاملة من كوريا مثلا في عملية هذا البناء؟ لا طال عمرك هم ما تقول مثل بداية الاتفاقية هي لتقديم الدعم الفني، الدعم الفني والاستشارات، لكن موضوع اللي هو كتعاقد مع مقاولين سواء كان كوريين أو غير كوريين هذه يحتاج لها ما تقول مثل بروسيجر ثاني، مثل ما احنا عارفين نحن ما تقول مثل محكومين في قانون المناقصات ومحكومين كذلك في ضوابط معينه لتاهيل المقاولين. نعم. وهذا ان شاء الله ما تقول مثل في مرحله قادمه ان شاء الله راح يجي، بس الان في طور الدراسه ان شاء الله. استاذ بدر سبيعي، يمكن ذكرت قبل قليل ان الرغبات للشقق لم يتقدم احد لحد هذه اللحظه، صحيح؟ هذا مو مؤشر انه عدم قابليه من المواطن الكويتي انه بيت العمر مو شقه يبي بيت؟ شوف انت في النهايه مستحيل انك تقارن يعني الرقبه بين الشقه والبيت او القسيمه، هذا شيء اكيد يعني مفرغ منه، لكن هي دائما العمليه قرب المنطقه هو اللي دائما يوفر لك رقبه للناس. لما تضع المنطقه بشمال قرب صلبيخات وتكون موجهه للبحر وتكون الشقه مختلفه عن الفكره القديمه خصوصا الصوابر او غيرها، زين راح تعطي فكره ثانيه للمواطن، خصوصا اللي يكون عنده عائله مثلا شخصين مع طفلين مع كذا، تفرق العمليه وياه، خصوصا لما تقول انا والله بخيرك بين الخيران وبين شمال غرب صلبيخات، راح تكون اكيد عنده الوضع مختلف. خلينا نقيسها مثلا في السابق عندما بلشنا في سنه من السنوات بالرقبات الارض اللي كانت مقابل مجمع الاوقاف وكانت من المحتمل ان تكون شقق سكنيه، سوينا ابداء رقبه عليها كانت في قابلية كبيرة من الناس، ليش؟ لأنها كانت في العاصمة. الآن مع التوسع في المدن، مع البعد عن المنطقة الحضرية، البعد عن المحافظات، خصوصا
وجود الخدمات في بعض المدن يتأخر. لما تقول له والله أنا بجابر الأحمد، جابر الأحمد الآن قريبة منك أكثر الخدمات، وتضع له شقة فيها والشقة تكون مناسبة. التصور القديم طبيعي. كم صار لك الحين فتحت المجال للشقق؟ تونا ما نقدر نحكم، ما صار لنا شهر تقريبا. شقق شهر يعني ولا شهر يتقدم احد؟ يعني شوف، ما قلت لك انا ما راح تقدر تحكم ولا بسبب واحد، بعد ما ننتهي من عمليه بيوت شمال قرب الصليبيات وبيوت جابر الاحمد هني تحكمون او تغشون مقياس عليهم؟ اي نعم اكيد اكيد. مهندس ابراهيم الناشي، يمكن الكثير يسالون بحكم انك انت فني، غرب هديه. اي نعم. راح تكون هناك منطقة سكنية اسمها غرب هدية، أم هذه تصاريح وأقاويل غير واقعية؟ بالنسبة لمشروع، ما أقدر راح أسميه مشروع لأن ما في مشروع أصلاً، ما في مشروع. بما هو الموقع، هو فعلاً في السنوات السابقة كان على ما أذكر سنة 2006 كان في محاولات بين المؤسسة وتنسيق مع بلدية الكويت وكذلك اللي هو القطاع النفطي لتخصيص المنطقة اللي واقعة جنوب هدية. أخذنا موافقات من جهات كثيرة، إلا أن ما تقول مثل في جهات اعترضت على المشروع بسبب تقاطع خدماتها مع موقع المشروع. الجهات هذه اللي شركة نفط الكويت، طبعا في أنابيب ومسارات للبيبات اللي جاية من خطوط الشمال لموانئ التصدير تمر في الموقع، وهذه صعب ترحيلها أو صعب إزالتها، لأن تعرف هذا المورد الأساسي للدولة، وهذه ما تقول مثل يعني بيبات التصدير الرئيسية بالنسبة لهم. كذلك الجماعة معترضين من ناحية أمنية، لأن يحد المشروع من الجهة تقريبا الغربية اللي هو منشآت نفطية. نعم، اللي هو خزانات النفط. كذلك في خدمات لوزارة الكهرباء، في أعمدة نقل الطاقة. نعم. هذه هم كذلك الى جانب المواطن. يعني هو الرفض ما كان من جهه واحده، الامانه هو ما تقول مثل كان من اكثر من جهه. وصراحه يعني انا خلال البرنامج هذا اشكر شركه نفط الكويت، من ذاك الوقت شافوا انه ما تقول مثل عندنا حماس للموقع هذا، حاولنا نقعد معهم اكثر من مره، بصراحه عوضونا في مواقع ثانيه اللي هي ما تقول مثل الحين قاعد ناخذ. يعني نقول حق متابعينا ومشاهدينا ما في غرب هدية ترى الموضوع. طبعا لحد الآن ما في موافقة على غرب هدية. نعم. ولا ما تقول مثل خلاص، طالما أن في رفض من جهات الدولة إحنا لا يمكن أن نستلم أرض فيها ما تقول مثل عوائق، وتكون الجهة مصممة على عدم إزالة هذه العوائق، صعب ما تقول مثل ندرجها في مشاريعنا، وبعدين ما تقول مثل هم كذلك المواطن يقعد على أمل. نعم، لأن هناك من يتأمل فيها ويقول غرب هدية راح تطلع بإذن الله. أنا أعتبره أنه واضح الرؤية الآن لكم. أحد الأخوان المسؤولين في الرعاية السكنية قال بحثنا فيها، كانت النية موجودة بس هناك جهات رسمية أو معوقات شافوها ما تسمح في عملية إنشاء مدينة سكنية تسمى غرب هدية. وعفوا بس حبيت أضيف، بس بالنسبة للجزئية هذه أنا أناشد الأخوان أصحاب الطلبات إذا كان بيتأكد أو بيراجع اللي هو المشاريع السكنية وبيطلع عليها، جايين عندنا ما تقول مثل في مبنى رئيسي المؤسسة أو مراكز الخدمة، ولا يدش على الموقع الإلكتروني على أساس أن يعرف المشاريع المدرجة اللي هي المستقبلية. نعم، وما يمشي ما تقول مثل على الإشاعات مثل أو يقولون إحنا كثر اللي عندنا يقولون. يمكن الأستاذ بدر صبيعي والأستاذ بدر ناشي بالأمس كان حلقتي عن هموم وقضايا مدينة صباح الأحمد السكنية. وعدت مشاهدينا ومتابعينا موضوع بالأمس سمعت من الأخوان حديث مؤلم، معاناة قاعد يعيشونها. بس قبل أوجه الأسئلة لهم حق ضيوفي نشوف هذا التقرير ونرجع معكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. استاذ بدر، يمكن شيء جميل اللي قاعد نشوفه في مدينه صباح الاحمد السكنيه، وواقع يخالف اللي شفناه او تلمسناه او على الخرائط اللي قاعد يقولون عشنا باحلام ورديه واصبحنا في امور مخالفه. استاذ بدر، يمكن بحكم انك مدير التوزيع والتوثيق، وعدتوا اصحاب البيوت دخل محدود او الحكوميه في ما تسمى، وزعتوا البيوت لهم بشهر 6، وعدتهم وعد ان شهر 9 راح نسلمكم مفاتيح البيوت تسكنون بيوتكم. الان احنا على مشارف انتهاء شهر 9 ولم يحصل شيء، مع العلم القانون عندكم انه من خلال القرعه بعدها باسبوعين بحد اقصى تاخذ مفاتيح بيتك. هو شوف اللي حدث بالفتره السابقه، ان بيوت صباح الاحمد عندما توزعت كان المفترض ان احنا نسلم المفاتيح على شهر 9 وشهر 10 بحد اقصى، لكن احنا دائما البيوت الجاهزه تحكمها مؤسسه العامله السكنيه بوجود ايضا امور اخرى من ضمنها التيار الكهربائي، وهذه من النقاط المهمه. التيار الكهربائي احنا نتمنى من يعني بعض الناس بس انهم يوسعون شوي صدورهم معنا خلال الفتره الجايه. هو الان الامر عندهم اكثر من شق، من ناحيه صرف بدل الايجار زائد عمليه تحصيل القسط زائد زين تسليم المفاتيح. مسألة تسليم المفاتيح احنا مرتبطين الان في عملية وصول التيار الكهربائي، وخاطبنا الجهات المختصة في عملية التسريع والرد اساس ان نعرف نبرمج الامر، خصوصا ان عندي 2200 بيت وعندي 1400 بيت بجابر الاحمد، يعني اذا عديتهم اكثر من 3600 بيت، فانا محتاج برمجة لهم، خصوصا ان عملية استدعائهم راح تكون عملية ما هي يعني سهلة بالنسبة لي اني استدعي 3600 حالة بوقت واحد. هذا بالإضافة إذا كانت في عملية تأخر في وصول التيار الكهربي، إحنا نطمنهم أن بدل الإيجار راح يكون يعود لهم مرة أخرى وراح يستمر لهم، واللي فات يرجع لهم. مسألة عملية بس خل نثبتها، اللي هي أنه إذا ما استلموا بيوتهم في الوقت الحالي راح يردون البدل الإيجار لكم، واللي طاف الأشهر الماضية راح يرجع لهم رجعي بحكم أنه هناك معوقات ومسببات إذا كانت ما راح نسلم في الوقت الحالي. اي خصوصا احنا المشكله المهمه هي عمليه وصول التيار الكهربائي. مساله استقطاع القسط التحصيل هذا يعني هو مجبرين فيه لسبب واحد، ان العمليه بعد دخول القرعه شهرين لازم انه يتم الاستقطاع. هو في النهايه الاستقطاع هو عليك يعني ما هي يعني اليوم بعد سنة أنت فيك يعني ما هي يعني ما هي العملية هي الصعبة، خصوصا إذا وجدنا أن القسط هو رمزي يعني ما هو القسط المتعب. هي العملية عندما يدمج قسط البيت مع استقطاع بدل الإيجار، هني قد تكون فعلا فيها عائق 210 هذه تقريبا، يعني هني العائق. فهني نطمنهم بإذن الله تعالى مسألة بدل الإيجار إن شاء الله راح يقول لها حل. مسألة المفاتيح ان شاء الله احنا الحين في طور البحث لها، وارسلنا الكتب طول السالفه ولا والله هنا نامل ان ان شاء الله تخلص من بكر ان شاء الله. يعني مع العلم بس باكد المشاهدين مو منكم، من جهات اخرى وزاريه اخرى هي اللي متسببه ومعطله. احنا ترى ما في النهايه ما نلوم الناس، لان انا هو يتعامل مع جهه واحده ما يتعامل مع جهات، يعرفكم انتم ما يعرف الجهات، فما نلومهم هنا. يعني انه لما يصير التركيز على الاسكان، انت وعدتني، انت قلت لي، انت كذا، لا تلومهم بهالشيء هذا، لكن احنا قاعد نسعى بهالشيء انه فعلا ان ننهي جميع هذه المعوقات وان شاء الله بالقريب العاجل. مهندس ابراهيم الناشي، مدينه صباح الاحمد سكنيه، الاخوان بالامس يقول البنيه التحتيه مو جاهزه، انتم خذيتونا كذي وقطيتونا، هذا تبي بيت هذا بيت شفته بس طالعه شوفه، ولا هذه ارضك سواء وحده سكنيه جاهزه ام ارضك ارض قسيمه لها. بنية التحتية لمدينة صباح الأحمد بس مهندس جاهزة موفرة الطرق لها؟ مدينة صباح الأحمد تكون من أكثر من جزء، تكون من قسائم، تكون من بيوت حكومية، ومثل ما تفضلت حضرتك في خدمات مرتبطة في جهات الدولة، وكذلك اللي هم تقول مثل الطرق الرابطة للمشروع نفسه والمدينة. بالنسبة للبنية التحتية الداخلية للقسائم هذه منتهين منها من زمان، هذه منفذه من قبل، ولكن اللي بقى اللي هو موضوع ربط الوحدات السكنيه مع محولات الكهرباء مع الكهرباء اللي جايه للمدينه، اللي هو موضوع ربط الكهرباء مع المدينه. الامانه وزاره الكهرباء والماء قاعد يبذلون قصارى جهدهم يحاولون يستعيلون المقاولين اللي عندهم
قاعد يحاولون يضغطون عليهم، شغلهم صراحه مبين هناك. وحتى ما تقول مثل من نفس المواطنين اللي قاعد ينفذون قسايمهم قاعد يشوفون ان مقاولين وزاره الكهرباء قاعد يحاولون يستعجلون. اخذنا منهم مواعيد ان شاء الله باذن الله، يعني بالكثير بعد العيد، بعد العيد باذن الله راح يكون ما تقول مثل في جدول زمني لايصال التيار الكهربائي للوحدات السكنيه هذه. واهم شيء مثل ما تفضلت اللي هو موضوع الكهرباء. نعم الشكل بس عفوا اللي هو موضوع ما تقول مثل الطرق الرابطه للمشروع. يمكن شفنا بوسائل الاعلام الاخوان بوزاره الاشغال العامه اطرحوا الان مشروع تطوير ميناء عبد الله الوفره اللي مر الوفرة اللي مر في صباح الاحمد. نعم. وشفنا بعض المخططات اللي نزلت في وسائل الاعلام، وكذلك في الطريق الثاني اللي هو الزور الوفره متصل مع بعض. اي نعم اللي هو استراحه رحال. نعم. لحد اللي هو ما تقول مهندس ابراهيم، دائما انتم كمهندسين او كجهه اوليه للمشروع لما تلاحظون المشروع جاهز تعطون امر واعاز لجهه توزيع التوثيق انه بالضبط وجه دعوه للمواطنين في عمليه توزيع البيوت. الاخوان يقولون مو جاهز، الارض مو جاهزه، الطرق مو جاهزه، الامور يعني في عمليه وزاريه مشتركه، ليس وزاره الاسكان الرعايه السكنيه، وزارات اخرى الكهرباء يشتغلون بروح، الاشغال يشتغلون بروح، الجهات الاخرى الثانيه يشتغلون بروح، ما في لجان مشتركه بينكم لعمليه تنظيميه للمدن اللي قاعد توزعونها؟ احنا والله ما دام وصلتوا كوريا وصلني عندنا هنا بالكويت. احب اطمنك واطمن الاخوه المستمعين او عفوا المشاهدين، الان ما تقول مثل في اكثر من لجنه واكثر من فريق مكون من جهات الدوله المرتبطه شغلها بالاسكان. الهدف من تشكيل اللجان هذه اللي هو سهوله اخذ الموافقات، اختار الجهات هذه بمواعيد استكمال تنفيذ الوحدات السكنيه وكذلك المرافق العامه على اساس انهم كذلك يدرجونها في خططهم. والحمد لله احنا شفنا ما تقول مثل الانعكاس الايجابي على المشاريع هذه من خلال اللي هو مشروع غرب عبد الله المبارك، تخطط في فتره وجيزه 5201 قسيمه، استدعينا عليه المواطنين الحين الحمد لله قاعد يخصصون فيه، وبعد فتره راح ندخل في مرحله التنفيذ. راح نشوفهم كذلك في مشروع المطلع، المطلع تو يعني الشهر اللي فات مبلشين في التخطيط والتصميم ماله، ان شاء الله خلال السنه راح يكون ما تقول مثل يستدعى المواطنين. احنا مثل ما تفضلت حضرتك عندنا ما تقول مثل ارتباط مع وزاره الاشغال، وزاره الكهرباء، الاداره العامه للمرور، وزاره المواصلات. الجهات هذه عندها ممثلين في لجان داخل المؤسسه وقاعد تحاول قدر الامكان انه قاعد تحاول تسهل من عمل المؤسسه، الى جانب عندنا مجلس الاداره، مجلس اداره المؤسسه مكون من ممثلين الجهات هذه على مستوى وكيل وزاره وكذلك مدراء مثل مدير عام بلديه، وكيل وزاره الاشغال، وكيل وزاره الكهرباء والماء، وكذلك اشخاص اخرين ان شاء الله. بالنسبه لاخواني الاتصالات راح اخذها باذن الله، بس عندي تقرير نبي نشوفه انا وياك استاذ بدر والمهندس ابراهيم، ثم ناخذ اتصال لصاحب هذا التقرير او صاحب هذه المشكله، ثم نسمع تعليقكم او ردكم بخصوص هذه القضيه. نشوف هذا التقرير مشاهدينا. تابعنا التقرير مشاهدينا الكرام، عاد أرض وقرض في مدينة صباح الأحمد السكنية أو قسيمة وزعت لمواطن كويتي لما حب يبلش ويبني بيته، صدم في كمية المياه خلال يعني بعمق مترين طلع معاه الماء. شفنا عملية التقرير، شفنا عملية المختبر إتكو اللي قال ما تصلح هذه الأرض للبناء. معانا صاحب الشكوى
الأستاذ منصور الراشد وراح نسمع منه شنو موضوع. منصور مساء الخير. مساء الخير يا أهلا ومرحبا. تفضل أستاذ منصور ووصلنا الموضوع أو الشكوى اللي حاب توصلها للمسؤولين عندي داخل الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. أول شيء اللي أقوله أنا أني أشكر قناة الشاهد. حياك الله. صاحب القناة صراحة ما قصرت تبني الموضوع. والشكر خاص لك أنت أبو خالد صراحة ما قصرت. وأسلم على الإخوان اللي معاك المهندسين. يا جماعة أنا ما عندي شيء ترى، أنا مواطن كويتي ما راح أضيف اللي شفته أكثر، يعني تغرير تصوير صراحة أنا قاعد أعاني، أنا واجهتني مشاكل صراحة. ما أنا عارف رحت حق المسؤولين، رحت لأسكان ما لقيت الحل. يعني يا جماعة أبيكم تفيدوني، أنا مواطن كويتي ما أبي حقي بس ما أبي شيء زايد أنا صراحة. أشكركم صراحة. عملية المختبر لما شاف التربة مالت القسيمة مالتك قال تصلح للبناء ولا غير صالحة للبناء؟ قال لي لا، قال لي غير صالحة، قال لي أرضك تعبانة وفيها ماي، قال أرضك أساسا هي تعبانة ما تتحمل. أنا رحت حتى حق المهندسين اللي بالموقع. نعم. إخوانهم قالوا نفس الحكي. نعم. أنا حتى رحت حق رئيسة القسم عندهم. نعم. قال وفاء المضحي. نعم. ورجع التصوير فاجئت. شنو حاب تقول؟ نعم. قاعد يروح الموقع هناك شوف شو يقولوا لك. شنو حاب تروح الموقع حق منهم؟ يعني شو تسوي؟ كم صارك من استلام من دشيت القرعة واستلمت أرضك؟ 2010 لحد الآن. والحين شافت عليكم صراحة، شافت أهل المسؤولين والجماعة كلهم. نعم. ما يتحس شو أسوي أنا؟ سببت لك هذه الأرض في عدم البناء، هل سببت لك بعض المشاكل الأسرية؟ طبعاً أنا صراحة قاعد أواجه مشاكل، يعني هاي فيها شغلات أمور يعني سأقول لك يعني يا جماعة هذا أنا قاعد أواجهه وغير قاعد أواجهه صراحة. نعم. إن شاء الله. أنا أبغى أسوي صراحة. إن شاء الله أخوي منصور الراشد راح تسمع الرد من أخوي المهندس إبراهيم الناشي. مشكور. الله يرضى عليكم. مشكور. يمكن الأخ قال جزئية. أن اهتمامنا كفريق برنامج مو كتلفزيون أو صاحب قناة، يمكن خانة التعبير للتوضيح فقط. شفت التقرير؟ نعم. وشفت الماي، كمية الماي اللي مترين، يمكن بداية الحديث أنتم ما سمعتم لأن السماعة ما كانت شغالة في الاستوديو. نعم. التقرير مترين وطلع معه ماي. تقرير من مختبر دراسات تربة وتقييم إنشائي واختبارات مواد تربة ومساحات، يقول أرضك غير صالحة. الإخوان اللي في المشروع في مدينة صباح الأحمد هناك نفسهم يقولون ما تصلح للسكن. تعليقك المهندس إبراهيم الناشي. بالنسبة لوضع القسيمة اللي هي قسيمة الأخ منصور، صعب أن احنا ما تقول مثلا نحدد نقول والله القسيمة هذه شفاهيا غير صالحه للسكن، او ما تقول مثل صعب انك تبني عليها اي منشأة سواء كانت بيت او خلافه. موضوع الجسه اللي سواها عرفت، وخلال ما تقول مثل التقرير اللي قدم يحتاج ما تقول مثل دراسه من جهه متخصصه، جهه انشائيه متخصصه. انا كنت في احد الاجتماعات وهو ذكر الاخ منصور الاخت مهندسه وفاء المضحي وهي مدير اداره التصميم، فعلا اطرحت اللي هي المهندسه وفاء الموضوع هذا، وكان ما تقول مثل على طاوله الاجتماعات المسؤولين القياديين للمؤسسه، وجدت منهم تفاعل من الموضوع. اطلبوا اللي هم المسؤولين المستندات والتقارير الموجوده على اساس انه يتم ما تقول مثل مداولتها وقراءتها مع اللي هو على عجل عشان عندي اتصالات كثيره مهندس ابراهيم. في هذه الحاله بعد الخطا وارد في كل مكان، حتى لو بني ادم اللي يبني بيته وهو حريص على بيته يكتشف انه اخطا اثناء البناء، اخطا في كذا. الحاله او القضيه اللي راح تعالجونها لاخوي منصور، هل هناك راح تتقبلون في عمليه تبديله في ارض اخرى في نفس المنطقه؟ هل راح يكون تغييره في منطقه سكنيه اخرى؟ احنا بدايه راح ندرس اللي هو الحاله هذه، وخصوصا ما تقول مثل المقاول راح يكون موجود، وكذلك جهاز الاشراف موجود، وراح يتم ما تقول مثل قراءه
اللي هو التقارير، واعتقد انه في تقرير ثاني غير اللي هو حسب ما سمعت انه في جهه ثانيه بعد مسويه تقرير في جهه ثانيه. نعم يعني بس انا عشان انصاف للحق اخوي منصور، هذه شكوتك الرسميه اللي انت كاتبها للرعايه السكنيه، وهذا تقرير المختبر اللي انت سويته اسلمه بشكل رسمي لاخوي مهندس ابراهيم الناشي، وارجو الاهتمام له لان سمعت انه حتى مشاكل اسريه صارت له بسبب كمية الماء اللي حصلها في الأرض. بس دعوة أوجهها ورسالة للإخوان المواطنين سواء اللي يبنون قسائم في مدينة صباح الأحمد، المشاريع السكنية أو غير السكنية، الكثير من اللي يبني غير مختص بمواضيع ما تقول مثل البناء، هو مو اختصاصه إنه يبني، فعشان كذي خليه يحاول قبل لا يبتدي بالبناء، قبل لا يتفق مع المكتب الاستجاري يروح لجهة تعطيه ما تقول مثل إرشاد وتعطيه ما تقول مثل نصح، وهذه موجودة في جمعية المهندسين وكذلك في إن شاء الله في بعد حتى أمور كثيرة اللي هو مثلا في بعض الأراضي اللي وزعتوها تكون ردم، تكون فيها بعض المعوقات تواجههم، يدفع له 5000 6000 يعدل أرضه، هل هناك تعويض له أو قضاء وقدر؟ هذا أرضك وواجهها. بس باخذ اتصالات وبرد لك على نفس السؤال نفسه، وأتمنى من المتصلين دقيقة عشان نعطي مجال للآخرين المشاركة. طارش حياك الله. فيصل سلام الرحمة حياك الله، مساكم الله بالخير. حياك الله وعلى حضورك الكريمين الموجودين. تفضل يا فيصل تفضل سؤالك. السؤال يا أخوي، أنا توزعت غسيمة في صباح الأحمد. نعم. حضرت القرعة بس صار لي ظرف ومشيت، ما حضرت القرعة كاملة. لحظة، أنت حضرت القرعة وما حضرت، حضرت ولا ما حضرت؟ لا حضرت القرعة بس بنص القرعة صار لي ظرف ومشيت ما كمل. يعني ما طلع رقمك لحد ما طلع رقمي. حلو. فهني شنو؟ جيت راجعت تالي أعطوني ورقة اللي هي بطاقة دخول القرعة، كاتبين لي تحت رقم القسيمة 252. نعم. اللي هو راس. نعم. تفاجأت ب 252 معدل عليها حاطين 251، الرقم نفسه معدل عليه. ف يعني محوليني من راس معطيني اخر راس. من راس؟ فهذه المشكلة اللي عندي. متى هذه صارت؟ هذه بال 2010 21/9/2010 وقاعد اراجع المسؤولين ماني محصل احد. ان شاء الله ان شاء الله راح تسمع هم ما في نتيجه. لا لا ان شاء الله راح تسمع الرد. انتم قاعد تسمعون الاتصالات؟ اي. محمد حياك الله. حياك الله تفضل. حياك الله يسلمك طول عمرك. ارحب فيك وضيوف الكرام. حياك الله العزيز. انا من الناس اللي باعوا بيوتهم، احنا قسايم ام الهيمان. فبعته قبل طبعا 4 سنوات وسددت حق الحكومه. نعم. ورحت راجعت المكتب وزير الاسكان على ايام الوزير السابق سالم لدينا. فقالوا لنا اتفقنا اتفقه الاسكان مع بنك التسليم في حصر عددهم 800 شخص بايع بيته، فالى ان تطلع اساميكم في الجريده الرسميه على اساس ان احنا نحصل بدل. انا سددت تعرف رجال كبير يعني ما نضيع عمره 56 سنه. متى احصل بيت؟ متى احصل فرصه؟ وأودي الاخوه المسؤولين عندك يعني يفيدونا شنو اسوي شنو ما اسوي يعني كل ما اروح. هذا متى قال لك؟ متى قال لك معالي الوزير سالم اللي ذينا في ذاك الوقت؟ قبل لا يطلع متعرف بسرعه صار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مشكور ان شاء الله. ايوه مشكور محمد مشكور. المخيال حياك الله. الله يعطيك العافيه استاذ. الله يرحم والديك. تفضل. يعطيك العافيه. شاكر لك شاكر لضيوفك الموجودين. سؤالنا موجهين للاستاذ بدر سبيعي بخصوص بيوت الحكومه في مدينه صباح الاحمد. الحين الاخ يقول خصم 60 دينار هو فيك فيك. نعم. طيب يا اخي انا لازلت اسكن في ايجار، ليش معاشي كم 60 فيه؟ كم 60 في معاشي وانا لازلت اسكن بيت ايجار؟ وعلى الكلام اللي هم قاعدين يقولونه ما فيه وعد صحيح لتسليم البيوت، يعني محتمل شهرين ثلاثه سنه. هذه الشكوى يعني سالفه 60 دينار تخصمها تعطيك بيت ورقه، انا اسكن تحت الورقه ولا شنو؟ نعم ان شاء الله. اخي معاناتنا يعني شيء كبير. ان شاء الله. اتمنى من المسؤولين يكونون صادقين معانا. ان شاء الله ان شاء الله. يوفون بوعدهم. ان شاء الله، مشكور المخيار. وال 60 دينار هذه ترى ما هي شيء بسيط على رواتبنا. ان شاء الله، مشكور المخيار. خل نروح استاذ بدر. فيصل طارش في قرعه صباح الاحمد يقول حضرت القرعه. في نص الوقت اثناء التوزيع ظرف طارئ له اجبره انه يروح لظرفه
ما ادري هو ما حدد معدنا اختار او مختار ما حدد. لا لا احنا خلينا نوضحها. اي واضح الصوره. هو واضح لك الصوره؟ اي واضح الصوره. واضح الصوره بالمعنى صح انه صار في تلاعب بالرقم. لا 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 احنا ما نقول ان شاء الله تلاعب ولا غيره. لا اعوذ بالله بالعكس. بس العجاله بدنا احنا في دخول القرعة الشخص اللي ما يحضر بالعكس ان اللجنه تختار له افضل موقع موجود. هو في النهايه شنو قال؟ اول شيء قال الراس. نعم. يعني ما اختارت له اللجنه الا بس اكتشف انه شوف اذا كان فيها الامر هذا في خطا احنا راح نعالجه وانا وعده بالشيء هذا. خلي يجينا ان شاء الله باداره التوزيع واذا كان في خطا راح يتعالج ان شاء الله. اخوي فيصل طارش الى تتراجع اخوي بدر السبيعي وان كان ما في تجاوب ارجع معانا ان شاء الله هني وان شاء الله يكون في تجاوب. بالنسبه لمحمد حسين يقول باع قسيمته في ام الهيمان وهم 800 شخص وعدوا سددوا الالتزامات اللي عليهم وعدوا. احنا خلينا نطلع عفوا من عدد الاحصائيه ال 800 اساس ان الناس لا تركز معاهم ان فقط 800 شخص هم اللي راح ترجع طلباتهم من عدمه. لان فعلا في ناس بعضهم قالوا بس اللي حصرتوهم هذول اللي راح يدخلون. نعم. الامر هذا يحتاج قانون من اساسيات الرعايه السكنيه باعاده القيد او التوفير ان الشخص ما يكون امتلك عقار سابق. من اخذ عقار سابق عن طريق بنك التسليف عن طريق الاسكان انتفى شرطه من الاسكان. الامر هذا الان بعهده من؟ بعهده مجلس العمال. القانون الان تحول اساس انه اعاده القيد للطلبات هذه، الان رجعت الحكومه مره اخرى، فهو الان بعهده مجلس العمال، بانتظار دور الانعقاد راح يبن ان شاء الله فيه ونعرف. انت رفعت الكتاب والامر متروك لهم. هو طلع في البدايه في قانون بموافقه على اعاده القيد، ثم تم الرد من الحكومه والان في دور الانعقاد راح يتم مناقشته مره اخرى، انتظار دور الانعقاد ونعرف ان شاء الله ايش راح يصير. اخوي حمد المخيال قال ال 60 ليش تاخذونها؟ تسوي لي شغل 60 يعني احنا مبلغ بالنسبه للمواطن الكويتي. بس دقيقه خليني اوصل لك الجزئيه. قال اخوي حمد المخيال انه انتم اعطيتوني بيت من ورق ما اعطيتوني بيت فعلي. ذكرت انا وياه ان 60 في سكن الان سكن بعد سنه. وهو يقول ما في باس 60 ادفعها بس لما اكون داخل بيتي مو ماسك ورقتي. تفرق ماسك ورقتي تفرق لما اكون انا داخل بيتي. يقول بالنسبه للستي يقول تعبنا في عمليه تقريبي يعني بعد شهر بعد شهرين. يقول ما في شيء رسمي واضح ان وجد عندك الرد الرسمي هني راح يجرنا الى ما قلناه سابقا المشكله تصبح بيوت صباح الاحمد. مساله القصد قلناها الامر يعني ما هو القصد يعني اللي احنا نقول المرتفع العالي نقول ما يخالف قد تكون وجهه نظره فيها صحه. تختلف المسألة من شخص إلى شخص، قد يكون فعلا عنده ظروف، في شخص ثاني لا مسألة القصد ما عنده صعوبة فيها. هي المشكلة قلنا بارتباطنا بجهات أخرى. هي اللي راح تحدد عملية يعني استلام المفاتيح. يعني أنت ما تكون عملية الوقت أو الوعد التاريخ بسبب للجهة أخرى وليس احنا لو كان الأمر عندنا يعني لو كان الأمر بس 60 دينار هذا هو القصد، مشكلة القصد هذه زين، وإذا أنا أتوقع الأخ حمد يعني مرني بالأمر هذا، قلنا أنتم مجموعة لازم تعملون كتاب فيها زين لرفعه الى معالي الوزير في الامر هذا للنظر في الامر في حاله عمليه 60 وليس بدل الايجار. لا لا تكلم بدل الايجار موضوع مختلف خالصين بدل الايجار موضوع مختلف لان هذا عندنا ماده تحكمها. مساله الاستقطاع من القصد هي عمليه ثابته ان شهرين من دخول القرعه فهني اداره التحصيل ما تستطيع انها تتعدى الشيء هذا الا بموجب ان احنا نصدر ان فعلا يتغير في لائحه يتغير في قرار. بالعكس احنا بالنهايه نحاول كل شيء نسهله عليهم ان شاء الله. المهندس بدر ناش عشان الوقت خلاص داهمنا، خططكم المستقبليه في توزيع جاي انا عندي معلومه فيه مناطق عندكم خبر جديد فريش نبي نوصله لمشاهدينا، عندك شيء تبي تقوله؟ مواطن الكويت ترى يتشفق حق خبر صار. هو انا ما قمت راح استعرض السريع المشاريع اللي موجود عندنا بعد 12753 وحدة سكنية اللي قاعد نوزعهم الحين بإذن الله السنة الجاية راح ندخل في مشروع المطلع 21,000 وحدة سكنية هم كذلك راح نحط لها جدول للتوزيع واستدعاء المواطنين والتخصيص والطلبات والأشياء هذه. مشروع اللي هو الثاني اللي هم كذلك المواطنين يطمحون له ووايد ما تقول مثل جاذب بالنسبة لهم اللي هو مشروع جنوب سعد العبدالله. جنوب سعد العبدالله خلال الشهرين القادمين راح ينزل فيه برنامج كامل اللي هو متى راح يخلص التخطيط والتصميم ومتى راح يستدعى المواطنين ومتى راح يخلص التنفيذ. بالنسبه للاستدعاءات اذا تقصد في عندنا ما تقول مثل ثلاث مشاريع الاستاذ ما تقول مثل بدر هو بخص مني فيه. شنو ثلاث مشاريع استاذ بدر على جنب؟ الحين باذن الله تعالى تقصد المشاريع القادمه ان شاء الله كانت مدينه الخيران جنوب سعد العبدالله عندنا مدينه المطلع. فالثلاث مدن ان شاء الله القادمه هذه اللي راح توفر 120,000 وحده سكنيه
باذن الرحمن ان شاء الله يعني استمرينا بالخطه مثل ما هي ان شاء الله يعني السنويه 12000. لا ان شاء الله احنا باذن الله تعالى مستبشرين خير ان مشينا بالخطه هذه ان نعدي اكثر. بس باذن الرحمن ان شاء الله لازم نتلافى السلبيات اللي حدثت هذه من ضمنها اللي مساء كنا تحدثنا عنها. فباذن الله تعالى احنا مستبشرين خير ان شاء الله. استدعاءات بالنسبه للاستدعاءات عندنا ان شاء الله ثلاث مناطق راح ترفع لمتوسعه الوفره راح نوصلها ل 2013. شقق جابر وشمال قرب الصلابيخات راح تكون ل 2001. قرب عبد الله المبارك عندنا لين ان شاء الله نهايه مارس راح يكون 98. هذا لاول مره ان شاء الله في وسائل الاعلام ان شاء الله. عيدها عشان بس نثبتها للمشاهدين. عندنا ان شاء الله قرب عبد الله المبارك نهايه 3 زين 98. توسعه الوفره راح تكون ل 2013. شقق جابر وشمال قرب الصلابيخات ل 2001 ان شاء الله. ان شاء الله الله يجزاكم خير ونتمنى لكم التوفيق باذن واحد احد والاستمراريه والمواطن الكويتي يستحق الكثير مني ومنكم ومن جميع اي شخص او جهه مسؤوله في دوله الكويت. بس احب اؤكد لكم مره اخرى اتمنى تحطون مدينه صباح الاحمد في عين الاعتبار. اتمنى كذلك باشمهندس تشوفون البنيه التحتيه شنو ناقصهم. اتمنى تفعيل الجهات الاخرى يعني انا ما دزيت كتاب لوزاره الكهرباء وقعد واخليه لازم هناك متابعه لان صحيح. انتم بالواجهه احنا في النهايه منكم ما اعرف الا انتم صحيح. اتمنى ان عمليه بدل ايجار ردت لهم اللي بحاجتهم المساكنين شقق والشقق انتم عارفين وين واصله 60 دينار تعمل الكثير للمواطن الكويتي. كلكم خير وبركه. استاذ بدر صبيعي مدير التوزيع والتوصيف في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه شكرا لك كان هناك كلمه اخيره حاب تنوه او تقولها. والله احنا نشكركم عليهم ونشكر على الاستضافه ونتمنى منهم بس باذن الرحمن ان شاء الله في بعض الامور اللي مرتبطه بشمال قرب الصلابيخات او قرب عبد الله المبارك السرعه في عمليه التخصيص لسبب معين. سرعه في عمليه اجراء المعامله تحدد رغبه الشخص في القطعه اللي راح القطعه اللي يرتاحها والقطعه اللي راح يريد، لكن في عمليه التاخير راح يمكن ما يحصل الشيء اللي يبيه، فنتمنى منهم بس عمليه الاستعجال في تقديم المعامله وباذن الله تعالى ان شاء الله الامور سهله. ان شاء الله. مهندس ابراهيم الناشي رئيس قسم التنسيق والبرامج في المؤسسه العامه للرعايه السكنيه شكرا لك وكان هناك كلمه اخيره للمشاهدين الكرام. استوجب علي شكرك شخصيا اخ بداح وكذلك شكر قناتكم الكريمه الله يرحمه الاستضافه واحنا نعتبركم ذراع اعلامي الله يرحمه عرفت لابراز اللي هو مشاريع المؤسسه. وكذلك ما تقول مثل ارد اوجه الرساله هذه للاخوان المواطنين اذا كان في اي استفسار يخص مشاريع المؤسسه اما الدخول على الموقع الالكتروني او زياره المبنى الرئيسي في جنوب السره او الثلاث مراكز خدمه اللي في جليب الشيوخ جابر علي وليهره. وكذلك الاخوان ما تقول مثل اللي بلشين بنيان واول مره يبني كذلك يراجع الجهات جهات اللي تقدم له النصح مثل الجمعيه الهندسيه مثلا؟ لا اللي هو جهات المجتمع المدني مثل جمعيه المهندسين الكويتيه عندهم ما تقول مثل زميلنا معنا في المؤسسه اللي هو المهندس راشد العنزي عنده يوم افتكر يوم الاحد او يوم الثلاثاء يستقبل المواطنين ويسوي لهم كذلك دورات لتعريفهم في اجراءات البناء والامور هذه. وكذلك في بالمجلس البلدي اللي هو المستشار الاستاذ هم كذلك ممكن يقعد معهم ان شاء الله ممكن يبين ان شاء الله. شكرا لك استاذ ابراهيم. بس يمكن سؤال ثاني انتبه له بالتواصل الاجتماعي تويتر جايين على الخاص المطلقات ما راح يكون لهم اهتمام ولهم شقق يقول ايجارات كلتنا مشروع غرب صلابيخات ما راح تاخذونهم بعين الاعتبار تخلون المطلقات سكن اسوه لسكن المطلقات اللي كان في صباح السالم في الوضع الحالي هم المطلقات الان يشتغلون توجهون الى صندوق المرأة. الاسكان في الوضع الحالي الشقق راح تكون للي لديهم طلبات بصفه دائمه، لكن المطلقات لازم يكون لها فتح ملف وتاخذ لها اجراءات طبعا مختلفه، لكن هي تستطيع ان تتقدم على احد امرين، تستطيع التوجه الى المساكن المؤجره للاداره وتتقدم في حاله وجود شقق ان كان صباح السالم او المساكن الشعبيه. ان شاء الله ويا ليت تاخذونهم بعين الاعتبار في الخطط المستقبليه باذن الله. شاكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، نتاسف في عمليه الاتصالات لان الوقت قاعد يداهمنا، في اسئله كثيره يبونها متابعينا، خذينا اسئلتهم قبل الحلقه ووجهنا الاسئله لضيوفنا والاخوان مشكورين قاموا بالدور كفوا ووفوا. وان شاء الله يمكن عمليه مدينه صباح الاحمد هذول اللي يسمعوني وانتم تشاهدوني اتمنى انهم يهتمون فيها اكثر واكثر، يستحقون اهالي مدينه صباح الاحمد الاهتمام اكثر. اعاده هذه الحلقه باذن الله باكر الساعه 2 الظهر. هذا انا اخوكم بداح السهل، يترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.